Mais, maman une personne est une personne تنعيات على جنة. Elle a souffert لي تاني هاد الحاجة جامي هدرتها لي elle a sacrifié peut-être قرايتها على جال خاوتها وخياتها باش تعاون ماني الله يرحمها فيهم. الله يرحمها. الحمد لله دات رضايتها كيما نقولوا. اي تاني عيات باش كبرتنا وردتنا نساها هكذايا نحبها بزاف و سي شي فان. خالتي ميمي خالتي ميمي نحبوها كامل. خالتي ميمي سي شغل زاهده برك اونسيان.